طريق طويل يقولوا ان انا رايحه عند واحد مصري. يولعوا يا ستي ليلى، لا ما يولعوا بجاز بسخ. يلا كمل بعدين. تمام، الاماكن موجوده، عيب لما تبقي انت عندنا في مصر وتحجزي ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. انزلي انت بس تمام، وشوفي عايزه تروحي فين وانا هبقى معاكي طول الرحله. وهوديك عند رندا وسمية. ان شاء الله يا ميدو، ان شاء الله يا رب. بص انا مش متاكده ان انا هروح ولا لا، عشان في حاجه كده فيها مشاكل وكده. المهم انا لو رحت يا ميدو ابقى اتصل بيك، وانا عايزه اشوف سميه وعايزه اشوف رندا. عموما اللي انت عايزاه تمام، مالكيش دعوه بيه. انت ضيفتنا ونشيلك على دماغنا والله يا بنت. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يا رب. يا رب وتنوري مصر. كارثة على دماغك ودماغ اللي خليفوك. سيبك، كارثة على دماغك ودماغ اللي خليفوك واللي خلفوا اللي خليفوك على 40 جدك. خلاص يا منوش، مش كده يا منوش؟ تلست الجزائر، والله ما تلف الجزائر. يا هلا والله ما تمثل الجزائر. تلست الجزائر يا انت، انت بنغالي والله ما تمثل الجزائر. يا هلا يا هلا، انت عارفني المجنونة يا ابني، انا مجنونة. ما هو ده اللي انا خايف منه. هدي عكسك، ما تفتحيش بقك واحنا هنجيب لك حقك بالراحة. وانا بقول لي انا اقول له كده، امك يلا امك واللي يتشدد لك. جرى ايه يا واد؟ انتوا ما عندكوش نسوات في بيتكم ولا ايه؟ ما عندكش اختك؟ ما عندكش اختك؟ نزل تعاكس لا منال انت تتعاكس بصراحة. شرشح له، اقف بالله شرشح له وشية. اقفلي الباب ما تسمعيش، اقفلي. ها ها لا منوشة، وانت بصراحة تتعاكسي يعني. تهدي كده وتلم الشعرتين دول، ما تنزلهمش جنبك، هننضرب يا منوش. ايه تعرف نورتي سارة. كونكسيو ترى راح اشرشح له. شرشحي لهم براحتك يا ام، اعملي اللي انت عايزاه، معاكي كل الصلاحيات. حد يعاكسني؟ بص انا اقول لك حاجه، انا احاول ان انا ما ابينش ان انا مش مصريه. او الموضوع الاول انا احاول ان انا ما ابينش مصريه، البس جلابيه كده والبس نص كم كده، البس جلابيه كده مت 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 حالتها تشف الكاتب الاعور، واحط كده عليا كده حجاب، اعمل كده وكده وامشي كده بشبشب مقطع وامشي. هما هو سيمبر ده ماله يعني؟ ما ذكر البط، عنده مشكله في بيضانه. سيبك منه، ما ذكر البط. انا عارف مش كبير، عارف حقه. مشكلة في لغليغه، لغليغه وجعاه. بس اسكتي اسكتي يا مرضى، اسكتي 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 اسكتي. اه فيك جناني. لا 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 لا، ده انت مصيح. كيف
تارة، تارة موجودة وبتقول لك، بتقطع تارة موجودة وبتقول لك طلعيني، طلعي تارة. أو طلعت والأحد. يا ابني هو انت حد قال لك ان الجزائريات يعني فيهم حاجه او لا اله الا الله، انت فيك ايه يا ابني؟ اسكت اسكت اسكت، عارف حقايقكم يا ابني، ما تمسكهمش. ايه يا ابني، ده شرف، شرف لاي حد يعني. تهبل، تقبل اختك تكلمني، سيبك ما ترجعش لحد. اعمل له، بص انا اقول لك حاجه، اعمل له كتم يا ستي، اعمل له كتم، اعمل له كتم. تقبل اختك، سيبي بقى. اللي طارق كانت بتقول لك طلعيه، طلعتها، ما هي فوق منك اهي يا طارق. انا هعمل كده، او ده اظروف اصح منها، عشان مفيش حد خالص ياخد باله ان انا اظروف مش مصريه. انت ظروف ايه؟ انت ظروف الكشري؟ بنتي بنتي، وريني بتاعتك يا بنتي، وريني بتاعتك. وريك بتاعتي ليه؟ آه لا لا لا، انت مش جزائري. انا جزائري. لا انت ظروف ايه؟ ده انا ده انت اظروف ديت احنا ما بنقولهاش عندنا في مصر، انت جبتها منين؟ إيه؟ يقولوها انت مش مصري، انا هعلمك مصري. يقولوها لما حد يكون متضايق من حد خالص، يقول ظروفك كفيك على وشك اجيب قفاك. ده انا فعلا هتعلم مصري مش هتعلم جزائري. يا طارة، هي جزائرية يا طارة بجد؟ يعني انت متأكدة ان هي جزائرية؟ ايه؟ ده انا ما اعرفهاش وربنا ما اعرف. يا بنات هتودينا في مصيبة والله العظيم. هو انت مش عارفني من سنتين يالا؟ هو انت بقالك زمان وانت لا 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 لا، اصلي في، لا في حاجات يعني انت بتقوليها انا ما اعرفهاش في مصر. طب تعرف اشوحك؟ اشوحك كمان؟ لا عليك، تعرف اشوحك؟ لا ده انت الله اكبر، الله اكبر عليكي. لا انت كده، انت كده اعلمك كده. طب هقول لك على حاجه، انا بكره ابعت لي انت معاك الباسبور بتاعك؟ لا انت تبعت لي بقى صوره الباسبور، تمام؟ وانا ايه اعمل لك الدعوه واعمل لك يعني اخلص لك الحاجه كلها هنا، ماشي؟ وتجيبي بعضك وتيجي نتاكد انك مش مصريه. غنوش، انا لا والله بجد. ايه يا ماما، ايه في ايه، في ايه؟ انا انا دلوقتي بيتهموني اتهامات خطيره جدا، بيشككوا في وطنيتي، بيشككوا في محاسيسي، بيشككوا في في